أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم.